إنما يؤخرهم ليوم إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أخرنا إلى أجل إلى كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد سمعنا بالأمس من مجزرة قام بها نظام بشار الأسد من مجزرة ضد أطفال أبرياء ونساء وشيوخ. إن هذه المجزرة النكراء نتيجة لصمتكم على مجازر قام بها هذا النظام. بالأمس وقفنا من أجل حلب ودمشق، واليوم نقف من أجل إدلب. نقف لنقول لكم إن هذه الجرائم نتيجة استمرار لصمتكم على جرائم هذا النظام، على جرائم هذا الرجل الذي ما فتئ ليقتل أبناء شعبه. أيها العالم الحر، الذي يموت في سوريا هم الأطفال، هم النساء، هم الشيوخ. لا دخل لهم لا بحرب ولا بإطلاق صواريخ ولا بقصف. لا يملكون إلا ماذا؟ أجسادهم البرية. فكيف يقوم هذا النظام المجرم بقصفهم بالغازات السامة والكيماوي؟ نعم، نقول لكم أيها العالم، أيها الأحرار في كل العالم، سوريا تستصرخ، إدلب تنادي. وإلى الأمم المتحدة وكل مؤسسات العالم، أيها المؤسسات، لا، ماذا تقولون من أجل سوريا؟ لا نريد قلقا ولا استنكارا، فما عاد القلق يفيد وما عاد الاستنكار يفيد وما عاد كل هذا يفيد. نريد وقفة جادة فاتحة على أرواح الشهداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته. أمين. وعلى آله وصحبه.